السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة جديدة تاع اليوم، كيف ما عودتكم دائما وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة هذه تاع اليوم خاصة بتسمين الخدود والزيادة في الحجم ديالهم. كاين العديد من النساء ولا الفتيات اللي كيعانيو من الضعف ديال الخدود ديالهم رغم أن الجسم ديالهم متناسق. اليوم أحبائي الأعزاء من ضمن عدة وصفات اللي مجربة وفعالة في قناة جرب وحكم، حبيت أنني نشارك معكم هذه الوصفة البسيطة تقريبا اللي في المتناول ديال الجميع، فيها مكون واحد. هذا المكون هذا وهو الحليب. طريقة ديال التحضير ديال هذه الوصفة طريقة سهلة. يوميا في المساء قبل النوم نأخذ نصف لتر من الحليب، ثم نضعه فوق النار حتى الغليان، ومن بعد نزولوه ونخليه يعني في شي إناء ديال الطين حتى يدفى، يعني يولي دافي، يصبح دافي. ثم نقوم بالتغطية ديال هاد الحليب هذا ونوضعه في الثلاجة حتى يعني ليلة كاملة حتى الصباح. يا ريت احبائي الاعزاء فاش ديروا يعني فاش تغليوا هاد الحليب ديالكم، يا ريت ديروه في شي اناء يكون يعني واسع، يعني الحجم ديالو الفم ديالو واسع بهذا الشكل هذا، باش نستطيعوا ان في الصباح ان شاء الله نستطيعوا اننا نسحبوا هذيك القشده، يعني الطبقه تكون عندنا بواحد الكميه كبيره اللي غادي تكفانا نستعملوها كل يوم. كما ذكرت لكم في الصباح باذن الله فاش غادي ناخذوا هذا الحليب هذا نزولوا له الغطاء ديالو، غادي نلقاو واحد الطبقه تكونات لنا. هذيك هي الطبقه اللي غادي نحتاجوا في هذه الوصفه هذه للدهن بالنسبه للخدود ديالنا، واش نستافدوا منها. كيف ما كتلاحظوا انا زولت هذيك الطبقه الفوقانيه ديال هذا الحليب اللي عندي، وعطاتني واحد القشده شي شويه، يعني كيف ما كتشاهدوا غادي تعطيكم واحد القشده بهذا الشكل هذا. هاد الكميه هذه غادي تدهنوها على البشره ديال الوجه ديالكم. غديروا مساج على البشره ديال الوجه ديالكم قبل استعمال هذه الوصفه يوميا. خصنا ضروري ننظفوا البشره ديال الوجه ديالنا جيدا باش نستافدوا من اي وصفه استعملناها على البشره. طريقه ناخذوا هذه القشده هذه اللي زولناها من هذا الحليب وندهنوها على البشره ديالنا بحركات يعني من الاسفل الى الاعلى، وشيئا ما حركه دائريه لمده 5 دقائق. ثم نتركوا هذه الوصفه هذه على البشره ديالنا 5 دقائق اخرى. ثم نقوم بغسل الوجه بماء دافئ، وهذاك الحليب اللي يعني اللي بقى لنا من هذه الوصفه هذه نتناولوا منه كاس في فتره الصباح وكاس في فتره المساء قبل النوم، يعني نستغلوا هذاك الحليب ونستغلوا القشده ديالو بهالطريقه هذه. احبائي الاعزاء الى استمريتوا عليها غادي تحصلوا باذن الله خلال الشهر الاول غادي تلاحظوا يعني الفرق اللي ولا عندكم يعني في الخدود ديالكم. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تحافظوا دائما على الرياضه ديالكم والتغذيه السليمه، وتحافظوا ايضا على انكم شرب الماء بكثره. شرب الماء بكثره يعني كتخليو البشره ديالكم دائما تتحميوها من الجفاف. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء اللي ما فهمش شي حاجه في هذه الوصفه هذه يمكن له يطرح السؤال ديالو، وكنتمنى منكم ايضا انكم ما تبخلوش عليا التشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا ليا القناه وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.